توقعات الفلك لمواليد الميزان بالأسبوع الثالث من شهر حزيران جون 2021. عزيزي الميزان، أنت بتعرف أنه الكسوف بتاريخ 10 مأثر عليك ولح يكفي تأثيره، ولا بل يبلش هلأ التأثير الإيجابي بالإجمال، فما تخشى من هالموضوع. طبعا أنت بشهر في تغيير كبير بيحصل بحياتك وبتتأثر بما يحصل بالأمور العامة. حاول أنك تدرس كل الإمكانات وكل الاحتمالات بأول هالأسبوع الثالث من الشهر، وكون مستعد لتقبل بعض الجديد بين 3/15 و4/16. يمكن ينقل إليك خبر أو حتى إجراء أو أمر يخليك أنك تغير بمواعيدك أو بمخططاتك. كتير مهم هاليومين يمكن تاخذ قرار نهائي بإزاء بعض المواضيع يلي ما بقى فيك تأجلها. تستعيد التوازن إذا حسيت أنه الأمور دقيقة بين 4/16 و5/17، أو أنه في إرباك معين حصل عندك. تستعيد التوازن يوم الجمعة 18 ويوم السبت 19، فهو اليومين جمعة وسبت كتير واعدين لألك، تتلقى خلالهم عرض غير منتظر أو دعم أو عناية من بعض الأوساط الفاعلة جدا. تفرح بالمستجدات عزيزي الميزان، أظهر عن ثقة بالنفس وما تشتكي لحدا، حتى ما يلتقط الآخرين مكامن ضعفك. الناس لما يعرفوا مكامن الضعف بصيروا يضربوك عليهم، فما تحاول تنقل للناس شو انت نزعجك او شو مضايقك، طبعا الا للمقربين اللي عندك ثقه فيهم، خاصه بين يوم الاحد 20 والتنين 21. حاول انك تكون متكتم، وما اذا زعلت او نرفزت او اتضايقت دغري تخبر شو عندك، مفروض تتحفظ. اذا كنت عم تبحث شأن مالي، النجاح بيرتكز حاليا على ادائك، والسحر يلي لازم تستعين فيه حتى تجذب المؤيدين، انت بتعرف انه انت بين اكثر الابراج جاذبية وسحرا، وهالجاذبية رح تلعب دور كتير مهم وكبير بانجاح الخطط. اذا انت مدعو للتحفظ، مدعو للاستفادة من بعض الامور، ومدعو لاستعمال دبلوماسيتك ورقتك حتى انك تواجه بعض الامور وتوصل الى بعض الاهداف يلي عم تحلم فيها. ما تكلف حدا بمهمة بمجالك المهني. مطلوب منك هالاسبوع، وهيدي هي النصيحة، تنفذ بنفسك كل شي بدك تنفذه وما تتكل على حدا.